السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا؟ كي دايرين مع صحيحه؟ كل دايرين مع وليداتكم؟ كل شيء على خير؟ الله يخليكم على خير يا العزاز الغاليين. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. ودابا كما كتشوفوا نهار جديد وفيديو جديد. شاركوا معكم الغداء ديالنا. دابا كنصاوب الحوت في الطاجين كما شفتوا. هذه هي البصيله عندنا في الطاجين، هي هذه بصلها، هي هذه البصله كما شفتوا. هذا خيزو وهذا كاين اللي كيدير الخيزو دراج وكاين اللي كيديرو الطويل، وكل واحد والذوق ديالو. هادي بطاطا، ها هي بطاطا عاود لي بغا يديرها دراج، لي بغا يديرها هكا، كل واحد كيبغا يدير. هذا الربيع، قزبر والمعدنوس، هادي مطيشة محكوكة هي والتومة، حتى التومة حكيناها معاها. أنا كيعجبني نخدم بيدي، كنفضل الخدمة بيدي حسن. كما كتشوفوا هذا الروز كنديرو انا يابس، كاين اللي كيسلقو من السلقة، انا كنديرو يابس. دابا غادي ندوزو للعطرية، ملحة، الخرقوم، التحميرة، هذا الكمون، والسودانية اختيارية. اللي بغى يدير الحار يدير، واللي مبغاش يدير الحار ما يديرش. انا كندير غير شويه مكتاش الحار. وهذه البزار، بعد ما درنا العطريه غادي نستفو الحوت. الحوت هو هذا، الحوت كيطيب دغيا ما كيتعطش في الطياب. قلنا الزيت واللي يبقى زيت العود وزيت النباتية مخلطين. وكنشكركم بزاف العزاز الغاليين، وشكرا متابعونا. وشوية ديال قزبر حبوب مطحون، قزبر يابس مطحون راه كلها عارفه. وهذا هو الطاجين ديالنا، ها هو جد. خصنا نردوه دابا على العافيه. وشكرا، كنشكركم بزاف وتابعونا. ديرولنا جيم وبارطاج وابوني.